لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر، نتمنى تكونوا كتنشطوا كتستافدوا من خلال فقرتنا ومن خلال الاختيارات الغنائية اللي كنقدموا لكم. تحية لصابر الفوندا على هذا الاختيار الغنائي والإهداء خاص لكل أوفياءنا وخاصة أوفياءنا من مراكش والنواحي، كنوجه لهم تحية كبيرة وكنديهم هذا الاختيار الغنائي. نمشيو مباشرة الأسبوع المخصص نكملوا مع نزهة من طنطان اختصاصية في الطبخ والحلويات. ألو نزهة. ألو سناء، صباح الخير. لاباس عليك، صباح النور. الله يبارك فيك، على خطيك. تمنى تكوني على خير ان شاء الله. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك وتبارك الله على الاخت سناء العنباري، تبارك الله على السيوة ديالها. اييه، بغيت قبل ما نبدا اختي سناء بغيت نجاوب السيده اللي اتصلت على البيض. اييه، اللي سولات الحلوه. اييه، سولات على الحلوه ديال رشبون بالكوكا والكوكا، ما فيهاش البيض نهائيا وما فيهاش الزيت، فيها فقط ربعه الزبده وربعه السنيده وربعه الكوكا ومحمر ومطحون وربعه الكوك. غادي تخلطهم ونسخن مرة ديال الحلوة تجمعهم بربعة ولا 300 غرام ديال الطحين. وبالنسبة للسنيك سولوني واش فيه سنيدة، أنا ما عقلتش واش قلتها ولا لا، هو راه فيه 3 المعالق كبار ديال سنيدة. السنيك الحلو اللي عطاك البارح 3 المعالق كبار سنيدة. ما عقلتش واش قلتها، مع قالوا لي ما قلت سنيدة ما عقلتش. بالنسبة لليوم غادي نعطي حليوات. إيه. ولا بقى الوقت نعطي مازلين. إن شاء الله. لأن الحلوة الأولى ما كطيبش. حلوة ديال التمر والشكلاط. غادي اول حاجه غادي نحمروا كيلو ديال السميده رقيقه، نحمروها في الفران حتى كيتذهب اللون ديالها وكنخليوها على زيغ كيلو، يعني احنا ما غاديش نستعملوا هذا الكيلو كامل ولكن المهم نحمروه ونخليوه حدانا. في اناء اخر غادي نديروا نص كيلو ديال التمر، نحيد ليه هذاك العظم، ولا غادي نشريوه جاهز نص كيلو تمر، نزيدوا عليه ربعه ديال اللوز ولا الكاوكاو، راه بجوج كيجيو زوينين، اما اللوز اما الكاوكاو محمر ومطحون. الا كان اللوز غادي نحمروه بالقشره ديالو في الفران نطحنوه، الا كان الكاوكاو حتى هو نحمروه بالقشره ديالو نطحنوه. وعندنا علبه ديال البسكوي ديال الدراري الصغار اللي فيها هذاك الاحمر والخضر غادي نطحنوها، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو المر. اييه، ومعلقه كبيره ديال الشوكولاط الحلو بودره الشوكولاط، ومعلقه صغيره ديال الزبده، ورأس معلقه صغيره ديال القرفه، ونص علبه ديال الحليب مركز محلى، هذا الكراميل اللي قلتي قبيله. اييه، اما غنشريوه جاهز اما نطيبوه في الدار. نص علبه حتى تقريبا، المهم علبه ما نكملوهاش، ونجمعوا هاد التمر والكاوكاو ولا اللوز والبسكوي والزبده والكاكاو والقرفه، نجمعوها مزيان، غادي يعطينا خليط جاري واحد شويه، باش غادي نزيدوا هاد الحليب مركز محلى غادي يجرى لينا الخليط. واللي ما عندهاش الحليب دير العسل. اييه، جمع بالعسل. ملي غادي يجرى لينا الخليط غادي نجمعوا بهذيك السميده اللي حمرنا، نبقاو نزيدوا بشويه بشويه، حنا كنجمعوا بشويه حتى كنحصلوا على واحد العجينه واحد العقده كيسهل لينا نكوروها نشكلوها بسهوله. اييه، يعني ما غاديش نكملوا هذاك السميده، نقدروا نكملوها نقدروا ما نكملوش على حسب السيده شحال دارت ديال الحليب مركز محلى. غادي يكون عندنا ليمون ديال السيليكون باشكال مختلفه، راه كاينين وردات كاينين المهم اشكال مختلفه. غادي نصنعو كويرات نديروهم في وسط هاد السيليكون ونضغطو عليهم بصبعنا الكبيرة، نضغطو عليهم باش يقبطو هذاك الشكل ديال الوردة. ملي غادي يقبطو الشكل ديال الوردة غادي نحيدوهم من هذاك السيليكون ونديرو معلقة صغيرة د الشكلاط الأسود مذوب في وسط هذاك السيليكون. حنا حيدنا الحلوة ودرنا الشكلاط ونرجعو عاوتاني هاد الحلوة نرجعوها فوق من هذاك الشكلاط، خليوها كتبرد. ملي كتبرد كنقلبوها كتعطينا شكل ديال ورده، من الفوق كله شكلاط ولكن من الداخل تمر مع السميده، وندهنوها بشويه ديال البريون نحاسي ولا رصدي، وبالصحه والراحه. يلا يعطيك الصحه، حلوه سهله. نعاودوا نذكروا المستمعات بالبلوغ ديالك اللي كتبارطاجي فيه هذه المقاطع، شنو سميتو؟ باسيون دو كويزين overblog.com. passion de cuisine.overblog.com. ولا يوتيوب كاين امونه مزيونه واحد. نعم. امونه مزيونه كاين القناه ديالك او يعني في اليوتيوب. لا غادي نمشي لفقاش، انا كان طلبات كثيره عليه فواكه مع النصائح ديالو. غادي نديروا اول حاجه، غادي نمشي معكم مرحله مرحله. اول حاجه كسرونه نديروا فيها ربعه الزبده ونص كاس ديال الزيت، كاس عادي ديال اتاي ولا ياغورت خاوي، نص كاس الزيت، ونبقاو نحركو في هذيك الزبده فوق النار حتى كتذوب، ما خصهاش تغلي، حنا كنبقاو نحركو حتى كتذوب ربعه الزبده ونص كاس ديال الزيت. اييه، كنطفيو عليها وكنمشيو في خلاط كهربائي، نديرو 6 ديال البيضات
ونديروا اما زلافات سنيده ولا 300 غرام، يعني اكثر من رابعه 300 غرام سنيده وجوج ديال صاشيات ديال الفاني، وغادي نخلطوهم مزيان بحال اللي كنطحنوا العصير، غادي نطحنوهم ملي غادي تخلط سنيده ومع البيض غادي نبقاو نزيدوا هذيك الزبده وهي مازال سخونه، يعني مجرد ما غادي ندفعوا الكاسرونه نديروا البيض وسنيده ونضربوهم ونزيدوا الزبده بشويه بشويه بحال اللي كنصايبوا المايونيز. اييه واخا. حتى كنكملوا الكميه ديال الزبده كنفرغوا هذا الخليط كامل في قصريه، يعني كيتضرب وكيجي هذاك السقاس مجوب ملي كنخلطوه في خلاط كهربائي. غادي نفرغوه في قصريه، نزيدوا عليه علبه ديال الفواكه الجافه داك الاحمر والخضر والصفر وثلاثه ديال الخمارات ديال الحلوه والطحين بشويه بشويه تقريبا كيلو. يعني انا قلت تقريبا كيلو، تقدري تكمليه تقدري ما تكمليه، يعني بدون ندخلوا شويه بشويه حتى تجمع لينا. حتى كيتجمع لينا. من بعد غادي نقسموا هاد الفقات على سته ولا سبعه الحرابي متوسطه، سته ولا سبعه غادي نديروهم في حرابي هكا متوسطه رقيقه شويه، نديروهم في طاوه مدهونه وندهنوهم بصفر البيض مخلط مع فاني، ما نديرش قهوه سريعه الذوبان لان هذيك القهوه كتخلي شويه داك اللون ديالو غامق. يعني غير صفار بيضه مخلطه مع فاني، غادي ندهنوا هاد الحرابل ونشرطوهم فورسيت خطوط ونخليوه هي ارتاح، يعني ما ندخلوهش الفران. نخليوه تقريبا من 10 حتى لربع ساعه كاع، من ربع ساعه بالضبط نخليوه يرتاح عاد ندخلوه للفران والفران يكون بارد، لان الفران اذا كان سخون راه هو اللي كيطرطق الفقاس. يعني يكون الفران بارد، وقبل ما غادي ندخلوه الفران كنحاولوا نجمعوا داك الفقاس بيدينا بجوج، كنحاولوه شويه بحال اللي كنهزوه شويه كنجمعوه ما يجيش سايح. يعني خليناه يرتاح واحد ربع ساعه شويه غادي يسيح، كنعاودوا نجمعوه بيدينا ندخلوه للفران عاد كنساعدوا عليه من التحت على نار ناقصه بزاف ونخليوه غير شويه كيطيب بالمهل حتى كيصفر اللون ديالو شويه من من التحت ديال الفقاس، كنزلوه للفران من التحت عاوتاني كيتحمر شويه ما كيتحمرش بزاف، كنخرجوه كنخليوه كيبرد، يعني ما كنرشوهش وهو سخون كيتعجن، يعني حتى يبرد الفقاس مزيان عاد ناخذ واحد الزيت ما فازكش يكون ناشف هذاك الزيت، كنفرشوه في شي طبله ولا وكنديروا فوق منه هذا الحرابل وكنرشوا بنص قرعه ديال ما زهر ديك الخضره مباشره فوق هذا الحرابل، خاص هاد نص قرعه ترش عليهم بدوك سبعه ديال الحرابل نرشو نرشوهم مباشره فوق من الفقاس وكنخليوه ما كنغطيوهش لان الا غطيناه غادي يلصق لنا الزيف من فوق منه، نخليوه يشرب واحد 10 ولا ربع ساعه حتى يشرب داك المزهر مزهر عاد غادي نغطيوه مزيان ونخليوه ساعه ولا ساعتين ونقطعوه على شكل فقاس ونعاودو نحمروه بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك سيدي، الا تبعت هاد المراحل راه غادي يلصق ليها الفقاس وما يتفرتش نهائيا. واخا غادي نمشي للكوكيز ضبطت الاخت نعيمه ام يونس من تماره من تقول في الاستماع في قصريه، ندير نص رابعه ديال الزبده اما نباتيه اما ديال العبار، نص رابعه 125 غرام زبده ونزيد ليه 125 غرام سنيده نص رابعه ونص كاس ديال الزيت قياس ياغورت خاوي نص كاس ديال الزيت، ونخدموا هاد 125 غرام زبده وسنيده ونص كاس الزيت نخدموها مزيان حتى تولي بوماده ونزيدوا تقريبا كاس ديال العنبه تقريبا ديال الكوك كنحمروه ونطحنوه تقريبا واحد 70 غرام هكا، كاس ديال الكوك محمر ومطحون ومعلقه صغيره رشد الكراميل، يعني هاد رشد الكراميل الا لقات السيدي يعني من الاحسن لانه هو اللي كيعطيك اللوغو ديال الكوكيز بحال اللي كيتباع في المحلات، رشد الكراميل ونص معلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان كنكونوا حللناها في معلقه كبيره ديال الماء. بيضه وحده حنا كنخلطوا ونص خماره وحده ديال الحلوه غير نص، ونبقاو نجمعوا غير بشويه بالطحين بشويه بشويه، خاصة هاد العجينه تكون مرخوفه شويه على صابلي، يعني عجينه صابلي هاد العجينه خاصها تكون مرخوفه شويه. ملي كنجمعوها كيكون اللون ديالها شويه بني فاتح، في الاخر غادي نزيدوا 100 غرام ديال حبيبات الشوكولات الخاصه بكوكيز، حبيبات الشوكولات كنكونوا درناها من قبل في المجمد. اييه وكنتي عطيتينا الطريقه اللي ما عندوش مثلا امكانيه انه ياخذ حبيبات ديال الشوكولات كيصايبهم في الدار، يعني بالطريقه اللي كنتي عطيتينا ياك. اييه الا ما سمعها السيده. اييه واخا بالنسبه للناس اللي هما مثلا ما متوفرش عندهم. فعلا سمحي لي ما كاين مشكل. من بعد غادي نخدموا هاد العجينه مزيان غير ملي غادي نجمعوها ونزيدوا ذوك حبيبات الشوكولات ما نبقاش نجمعوا بزاف باش ما يذوب ليناش في يدينا،
غير على ما يتخلط مع العجينه، وغادي نصنعوا منها حرابل تقريبا بحال فقار، واحد سته تقريبا ولا خمسه ديال الحرابل اللي يكون شويه غليظ شويه بحال فقار، ونديروا واحد البلاستيكه في بلاطو ضروري بلاستيكه، ونحطوا هاد الحرابل اللي درنا ديال الكوكيز ندخلوهم المجمد ساعتين حتى ثلاثه السوايع، يعني حتى نحس بهم ولاو حجره يعني تحجر مزيان. غادي نخرجوا غير بالوحده بالوحده، ما نخرجوش الحرابل بسته، غير بالوحده بالوحده، وحنا كنقطعوا دوائر، حنا كنقطعوا دوائر ونديرهم في طاوه اللي كنساليهم كاملين، ندخلهم الفران يكون سخون من قبل حتى كيتحمر، راه كيجي كوكيز يعني رائع، راه جربوه السيدات كيعطيو وبالصحه والراحه. ونتمنى انه يجربوا المستمعات اللي عندهم الوليدات ان شاء الله يديو معاهم مدرسه، لانه راه مصيب في الدار، يعني كنعرفوا شنو كعطيو وليداتنا، ويعني بحالو بحال البسكوي هذاك اللي كيتقدم وربما احسن، وغير نبدلوا غير شويه هكا الكريتنات كرتونات هكا صغيورين ولا بلاستيكات هكا ديال الوليدات، راه كيجي ممتاز. بالنسبه لهذوك الحبيبات ديال الشوكولات، هي حبيبات الشوكولات نعطيك قياس رابعه، اييه واخا، اذا غادي دير الرابعه ديال الشوكولات غادي ديرها في مقله ما كتلصقش، يعني مقله، اييه، وهذيك المقله تغطي بها كاسرونه فيها الماء، خاص الماء ما يقيش هذيك المقله، يعني هذاك الشوكولات يذوب غير في البخار. يعني المقله نديرو فيها الشوكولات وتحت منها كاينه كاسرونه فيها الماء، فيها الماء. يعني علاش قلت المقله؟ لان باش كنتفاداو ان الماء يقيس فعلا الشوكولات، هذاك الظهر ديال المقله. غادي نخليو هذاك الشوكولات كيذوب، ملي كيذوب على جهه اخرى غادي ندير في زلافه معلقه كبيره ديال الكاكاو، واحد شويه ديال الزيت، يعني الزيت غير اللي غادي يخلط لينا داك الكاكاو. غنبقى نخلطو تقريبا واحد المعلقه ديال الزيت ولا غير نص معلقه، اللي غادي تخلط لينا الكاكاو مزيان ويولي سائل، غادي نزيدو على الشوكولات اللي داب ونحركو ونديرو فواحد البلاستيكه عاديه غير بلاستيكه ديال اللحم، اييه، وغادي ناخدو بلاستيكه اخرى نديروها في بلاطو، وغادي نثقبوها غير شويه من التحت هذيك اللي فيها الشوكولات، ونحاولو نديرو القيطات قيطات هكذا، ونبقاو غاديين حتى كنساليو بلاطو كامل كندخلوه للمجمد حتى كيتكلاصاو، ونحسنو الحبيبات كنديروهم في بلاستيكه في المجمد، اييه، ملي نبغيو كنحتفظو به، يعني ملي كنبغيو نديرو كوكيز كنخرجو من المجمد، اييه واخا، يعني هادو حبيبات. ونختم لكم بكابكيك، اييه واخا، اييه، في اناء غادي ندير 125 غرام زبده نباتيه ولا ديال العبار، 125 غرام يعني نص رابعه، و200 غرام ديال السكر كلاسي، 200 غرام ديال السكر كلاسي، واحد فاني او الروح ديال الفاني، وغادي نطربو بطراب كهربائي مزيان هاد الزبده والسكر كلاسي حتى كتولي لينا بحال الكريم، يعني حدنا حنا كنطربو بالزبده والسكر كلاسي هو كيولي لينا كريم، ماشي بوماده يعني كريم. من بعد نزيدو جوج بيضات، ولكن بالوحده بالوحده، غنزيد بيضه ونطرب، وعاوتاني نزيد بيضه وكنطرب. من بعد غادي نغربل ربعه ديال الفورص، كل حدايا مغربله مع خماره ونص ديال الحلوه، رابعه ديال الفورص مغربله مع خماره ونص، ونحط تحط سيده حداها كاس ديال الحليب بقياس ياغورت خاوي. من بعد حنا كنضربوا وحنا كنزيدوا واحد جوج معالق ديال الطحين، واحد شويه ديال الحليب، جوج معالق ديال الطحين وشويه بشويه حتى كنساليو الكميه اللي عندنا الطحين والكميه اللي عندنا ديال الحليب، يعني الا دارت السيده الحليب مع الاول راه الزبده غادي تقطع، ولا درت الطحين كامل الطحين غادي يكون غالب على الزبده وديها العقده ثقيله، يعني غادي ديها العجينه ثقيله. غنزيدو بشويه بشويه، مره حليب ومره ديال مره الفرن. ملي غادي نساليو هاد الكميه غادي يكون عندنا، غادي نزيدو في الاخر حامضه محكوكه حتى كنطربو ونساليو ونزيدو حامضه محكوكه، ناخدو المول الخاص بالمادلين كيكون حفر، ونديرو قويعطات خاصين بهاد المادلين، ونفرغوا معلقه كبيره من هاد الخليط، لان يعني كيجي شويه بحال الرغوه بحال الجينواز، غادي نهزوه بمعلقه كبيره، ونديرو غير النص ندخلوه الفرن، كنديرو غير النص ديال المادلين ندخلوه الفران كيكون سخون من قبل حتى كيطلع ويتحمر، وتخرج السيده من الفران كتذوقوا على حسب الرغبه ديالها، اما بالشوكولاط اما بالمورانغ اما بعجين السكر، وكتذوق وتعطي الوليدات ديالها بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك أنزهة، شكرك بزاف، الله يبارك فيك علينا وعليك، ونلتقيو بك غدا إن شاء الله، والمزيد من الاقتراحات والشهوات بإذن الله. إذا نتمنى تكونوا سجلتوا معنا هذه الاقتراحات اللي قدمت لنا، يعني حلوة سهلة ويعني ما كطيبش في الفران، وكذلك الفقاس بالفواكه الجافة بالملاحظات ديالو، باش تكون فرصة عند حتى المبتدئات والسيدات اللي تيتفرست لهم مثلا الفقاس أو اللي ما تيسقش لهم، فهذا الفقاس من عند اختصاصية في الحلوى.